أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي عمته مساء. مساك الله بالنور وسرور فهد حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن هذا الكتيب اللي هو الخاص طبعا أصدر بمناسبة بطولة 14 لأندية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطولة أبطال كؤوس لكرة طبعا اليد. الشغلة اللي استغربنا منها لما شفنا تاريخ البطولة، البطولة بدأت 81، تصور أول تتويج لفريق كويتي فيها سنة 92 سالمية 93 كذلك في عمان فاز فيها السالمية كأول فريق كويتي بعد 11 سنة بعد سيطرة من الأهلي السعودي وأهلي والوحدة البحريني، يعني كانت هناك والعين الإماراتي اللي فاز في أول بطولة. لكن نتكلم عن تواجد الفرق الكويتية بدأت بعد 11 سنة، وهذه علامة يعني بصراحة بالنسبة لي شغلة غريبة جدا، خصوصا احنا يعني على مستوى اليد كنا يعني فارقين عن الفرق أو عن المنتخبات الخليجية في كرة اليد. الأهلي السعودي أكثر الفرق فوزاً بالبطولة. نعم. لا يزال فريق أهلي جدة السعودي في مقدمة الفرق من حيث عدد مرات فوز بالمركز الأول للبطولة، حيث فاز 4 مرات بالبطولة الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة. يلي فريق الوحدة البحريني فاز بالبطولة 3 مرات في البطولة الرابعة والخامسة والعاشرة. الوحدة. أي. ويأتي في المرتبة الثالثة فريق الأهلي البحريني والسالمية الكويتي. مرتين. أي حيث فاز كل منهم بالبطولة مرتين. والعين الإماراتي مرة. نعم. وفريق عراقي مرة. تعد طبعا كان مشارك نادي كاظمة. تعد مشاركة فريق كاظمة في البطولة 14 اللي هي في عام 94 المشاركة الثالثة، حشاركة لأول مرة في البطولة السادسة اللي قيمت عام 86 بالكويت، وجاء ترتيبه فيه الثاني بعد الأهلي السعودي. أما المشاركة الثانية فكانت في البطولة التاسعة اللي قيمت بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 89، واحتل فيها كاظمة المركز الرابع. يعني 86 طلع الثاني بعد اللي صارت طبعا الكويت البطولة الرابعة طبعا بالكويت، صحيح 86 جاء المركز الثاني. سالمية أفضل الفرق الكويتية إنجازا، طبعا هاي صورة جماعية لفريق أهلي جدة في إحدى طبعا البطولات، وهذا طبعا سالمية أفضل الفرق الكويتية إنجازا، شاركت الفرق الكويتية في جميع البطولات السابقة ولم يحالف الحظ كل من القادسيه والعربي وخيطان وكاظمه في الفوز بالمركز الاول، بينما كان فريق السالميه اكثر حظا ونجح في الفوز بالبطوله مرتين، حيث فاز بالبطوله الثانيه عشر التي اقيمت عام 92 بسلطنه عمان، وحافظ على اللقب في البطوله 13 التي اقيمت عام 93 بالعين بدوله الامارات العربيه المتحده. ولن يشارك في البطوله 14 لان مثل ما قلنا كاظمه لعدم حصوله على كاس الاتحاد الكويتي، ويسحل مكانه فريق كاظمه بطل كاس الموسم الرياضي 92-93، حيث شارك البطولة طبعا. هنا عندنا دراسات لترقي الحكام ضمن فعاليات البطولة، هاي صورة جماعية لفريق نادي السالمية، تبي تشوفهم نحاول نستذكرهم طبعا، هذا جيل ذهبي طبعا، نحاول نستذكرهم. هذه مجموعة من لعيبة نادي السالمية، هذا عبد الخالق وهذا طارق بشير، وأيضا مجموعة من اللاعبين، هذا الملة، ومو قادر يعني أشوفهم شوية ظلمة، مجموعة من اللاعبين فريق نادي السالمية اللي شاركوا في بطولة مجلس تعاون لأبطال الكؤوس. نعم. رايك نطلع فاصل أبو غازي ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول لازلنا مع كتيب خاص في بطولة أندية مجلس التعاون لأبطال الكؤوس لكرة اليد
التي نظمها نادي كاظمة سنة 94 هنا في الكويت. برنامج حفل افتتاح البطولة اللي في الكويت اللي قلنا بطولة طبعا من 24 إلى 29 يناير عام 94، سلام الوطني دخول طابور العرض وراء كريم، كلمة رئيس اللجنة العليا الشيخ أحمد فهد الأحمد، كلمة رئيس اللجنة التنظيمية رئيس اللجنة التنظيمية، كلمة نادي كاظمة، قصيدة ترحيبية ترغيها الشاعرة فاتن عبد العزيز، رفع علم بطولة، قسم بطولة، افتتاح البطولة من راعي الحفل الأستاذ خالد الحمد، صراف طابور العرض، المباراة الأولى بين فريقي كاظمة الكويتي والأهلي البحريني، المباراة الثانية بين فريق قطر القطري والأهلي السعودي. هني طبعا صاحب الكتيب كاتب بعض النتائج جديدة. الاثنين طبعا كاظمة وأهلي البحرين انتهت 25-21 لصالح أهلي البحرين. حسب ما هو كاتب. وأهلي جدة وقطر انتهى 22 لصالح أهلي جدة، 19 لقطر. أهلي البحرين الوصل انتهت لصالح أهلي البحرين 28-22. أهلي جدة كاظمة انتهت طبعا 22، والله ما أشوفه فهد. إيه كمل. 21 يمكن كاظم او والله ما اشوف كم. اي نعم، بس هذا طبعا اللي هو كاتبه، يعني مو مكمل النتائج. الظاهر يمكن اهل البحرين يمكن والله ما ادري، بس يعني كرة اليد بشكل عام في تلك الفترة على يعني الكويت والسعودية والبحرين وشوية الامارات وقطر كان وقتها يعني التنافس يعني على أعلى درجة. طبعا القلعة الخضراء اللي هي أهلي جدة امتلأت بذهب فريق اليد، رقم قياسي للفريق الذهبي محليا وخليجيا. صحيح. طبعا تأسس نادي أهلي جدة وهو أحد الأضلاع الثابتة في صرح الرياضة السعودية عام 1937 في مدينة جدة على يد المرحوم حسن شمس أول رئيس النادي. يعتبر الأمير عبد الله فيصل بن عبد العزيز آل سعود أب الروحي للنادي الأهلي الذي في ظل رعايته للنادي تحققت الإنجازات المشرفة وتوالت البطولات على القلعة الخضراء في شتى الألعاب. وإني كاتبين طبعا مجلس إدارة النادي وقتها كان رئيس مجلس إدارة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة. وهني طبعا حقق الارقام القياسيه لاهلي جده في البطوله، هذا الاهلي والبطوله اسماء لا يفترقان، هذه صوره جماعيه للنادي الاهلي. كذلك نادي قطر 1990 عام انجازات كبيره للفريق مشارك في البطوله. عندنا كذلك وصل الاماراتي، وعندنا كذلك اهلي البحريني منافس دائما محليا وخليجيا. كذلك له طبعا له كم بطولة حقق انجازات عديدة. ايه صحيح. اي نعم. عندنا طبعا كاظمة الكويتي يد كاظمة تمثل حلاوة فن الأداء. طبعا نادي كاظمة في تلك الفترة كان يضم نجوم، تكلم عن عبد الله جاسم، تكلم عن عبد الهادي مراد وعلي مراد بعد لعب فترة وياهم، محمد مبارك، صالح المطيري، ومجموعه من اللاعبين، وصلنا تجوري بغازي. تجوري هذا انجاز كبير حققه منتخب الكويت على الصعيد الاسيوي بحصوله على المركز الثاني. هذه الصوره اللي تبي تشوفها، هذه البطوله اللي في البحرين. اي هذه اللي صار فيها مع منتخب الكويت. نعم هذه البطوله صارت في البحرين وقت منتخب الكويت حرز المركز الثاني. يعني كان كوريا كانت مسيطرة يعني على آسيا بصراحة لفارق المستوى، بس كان منتخب الكويت يعني دائما ينافس الفريق الكوري والمركز الثاني دائما إلى أن حصد اللقب أعتقد 95 هني في الكويت وقدر يتوج بطل لآسيا لكرة اليد. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.